يمكن لو نتكلم على النتيجة هي نتيجة جيدة في ظل المعطيات اللي كانت قبل المباراة، تحديدا نتكلم عن خسارة كبيرة مفاجأة دراماتيكية أمام الفيصلي. والله الحمد لله نقطة بره ملعبنا مش وحشة، احنا جايين نلعب على المكسب. الحمد لله خدنا نقطة في ملعب فريق صعب على ملعبه، ملعب جديد، ملعب صغير، بس الحمد لله قدرنا ناخد نقطة ونطلع ما خسرناش. كنا جايين نكسب، قابلنا سوء توفيق كبير او ماتش الفيصلي ده حاجه بتحصل مثلا في العمر اللاعب مره على ما اعتقد يعني. وانا ارجع اقول ان احنا في ماتش الفيصلي ده احنا اللي نشيل المسؤوليه، اللعيبه اللي تحمل المسؤوليه، اللعيبه لوحدها، رئيس النادي، مدير الفني، جهاز اداري، اي حد ما تحملش مسؤوليه غير اللعيبه، احنا اللي نتحمل مسؤوليه. اخر دقيقه 88 يجي فينا 4-3 اجوان، احنا نتحمل المسؤوليه، واحنا قد المسؤوليه وبنتحملها. ولسه بدري، عندنا 9 ماتشات على ما اعتقد في الدوري، لسه عندنا طموح وعندنا اهداف ان شاء الله نحققها. واحنا لعبه رجاله النهارده، كلنا اخطانا ماتش الفيصلي، استهسلنا الجيم، ضمننا المكسب، ما فيش في كره القدم كده، اللعبه كلها غلطانه، رئيس النادي مش مقصر معانا، ولا مدير فني، ولا الجهاز الاداري كله مش مقصر معانا في الماتش اللي فات. ناس بعض الناس قالت ان المدير الفني، رئيس النادي، لا طبعا احنا اللعيبه اللي غلط. ضايقكم الكلام اللي صار بعد المباراه؟ ضايقنا طبعا، لان احنا الغلط من كان مننا احنا. احنا استسهلنا خلاص، احنا قلنا احنا كسبنا الدقيقه 88 3-1، قلنا احنا كسبنا خلاص، ما فيش وقت، خلاص مش هيجيبوا جون، احنا ضربنا 4-3، ودي هي دي كره القدم. لكن الناس بتقول رئيس النادي، مدير الفني، لا، الناس شايفين شغلهم على اكمل وجه. مدير فني على اعلى مستوى معانا، رئيس النادي مش مقصر مع الفرقه كلها، راجل محترم، بنتمنى لهم كل التوفيق، بنفكر في اللي جاي. كله بيغلط، مفيش واحد لاعب كره ما بيغلطش لحد ما بطل كره، الحمد لله. جميل هذا التعليق على مباراه الفيصل. نتكلم على مباراه اليوم. حسين، انت تقول ان احنا جايين للمكسب، لكن لو نرجع لمعطيات المباراه ما شفنا الاتفاق، الفريق اللي قاعد يهاجم هجوم هجمات خطره، شفنا شويه ممكن تحفظ من الاتفاق. ما هو احنا بنلعب على المكسب، هتلاقي في تحفظ علينا شويه، هتلاقي الفرقه الثانيه بتلعب على المكسب في تحفظ عندهم في الدفاع شويه، على قد ما تقدر. احنا بنجيب جوان، المكسب ده بيجي جوان من غلطات، من كره، من هي جون غلطه واحده يعتبر، وظل الظروف اللي فرقه الحزم عايز تحسن وضعها في الجدول، واحنا نفس الوقت. بس هي دي الكوره يعني، احنا قلنا جايين نكسب، الحمد لله جه فينا جون، ردنا بعدها بجون 1-1، مفيش اي مشكله، نقطه طبعا بره ملعبنا، دي حاجه كويسه، وبنفكر في اللي جاي ان شاء الله. عندنا التعاون يعني في رضا كامل على النتيجه وعلى المستوى. في طبعا، بظل ان انت جاي بتلعب فرقه قريبه منك في الجدول، ان انت تاخد منهم نقطه على ملعبهم وكسبهم على الدور الاول، واخد منهم 4 بونت في الماتشين، ده حاجه كويسه عندنا الفتره الجايه. ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. شكرا. ربنا. شكرا.